الفريق ونروح لمراسلنا شريف شعبان من ملعب التتش. مساء الخير عليك يا شريف، وطمنا على آخر استعدادات الفريق طبعا لمباراة الإنتاج. تفضل. مساء الخير سارة، مساء الخير أحمد، مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يمكن بالفعل الأهلي أنهى مرانه منذ قليل، وغادر النادي الأهلي الآن متجه لأحد الفنادق في التجمع الخامس. طبعا ليلة مباراة الأهلي والإنتاج الحرب اللي هتكون بكرة بإذن الله في 7:30 على استاد الأهلي، والسلام يا رب بإذن الله يكون بكرة التوفيق من نصيب النادي الأهلي وتوج بثلاث نقاط جداد. زي ما سامعك سارة بتتكلم عن علي معلول، علي معلول الحمد لله شارك في مران اليوم وموجود كمان في قائمة المباراة. يمكن مستر بيتسو موسيماني عن 22 لاعب، هقول لكم على الاسماء حالا. في حراسه المرمى الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، في خط الدفاع بدر بنون، ايمن اشرف، سعد سمير، ياسر ابراهيم، علي معلول، محمد هاني، بيكهام، اليو ديانج، حمدي فتحي، اكرم توفيق، افشه، حسين الشحات، كهربا، بوليا، صلاح محسن، محمد شريف، طاهر محمد طاهر، وليد سليمان، ورامي ربيعه. 22 لاعب يا رب باذن الله بكره يكونوا قادرين باذن الله على تتويج النادي الاهلي بثلاث نقاط يضافوا الى رصيد النادي الاهلي. النهارده كان في محاضره فنيه مع اللاعبين حوالي نص ساعه اتكلم فيها مستر موسيماني مع اللاعبين او فرجهم على فيديو الفريق الانتاج الحربي على نقاط القوه ونقاط الضعف الفريق الانتاج الحربي اللي بدهم طبعا مدير فني كبير هو الكابتن مختار. طبعا شريف نطمن منك على حاله المصابين واللعيبه اللي بيتم تاهيلهم في الفترة الحالية، مين منهم شارك، مين دخل الجيم، مين حتى كان موجود في تمرين الفريق النهاردة؟ النهارده طبعا في التأهيل كان مروان محسن مهاجم النادي الاهلي، هو فقط اللاعب اللي كان بيتم تأهيله، برنامج معموله برنامج بدني عشان خاطر يجاري لاعبي النادي الاهلي في الفترات المقبله في الحمل التدريبي. النهارده السوليه شارك في المران كامل المران واعلن جاهزيته، ولكن مستر بيتسو موسيماني فضل اراحته للمران المقبله توالي مباريات ضغط المباريات. النهارده اللي بيتم تأهيله ايضا غير مروان محمد محمود وكريم ندفد، خلاص هم ميعادهم اقترب من العوده مره اخرى الى صفوف الفريق الاول، ولكن على مستوى كورونا الحمد لله، الحمد لله زيرو كورونا. يا رب باذن الله تكمل كده وما يكونش في اصابات لاي لاعب النادي الاهلي بالكورونا في الفتره المقبله باذن الله. بشكرك جدا شريف الشعبان مراسلنا من ملعب التتش، طبعا بنتمنى التوفيق لكل اللعيبه بكره.